طارق بيه قنديل الاهلاوي، انا عايز اكلم روح الاهلاوي، الف مبروك، خطوه في مشوار طويل ان شاء الله هيكلل بالنجاح. الحمد لله، الف مبروك لكل الاهلاويه، حاجه جميله جدا الحمد لله، وربنا يكلل مجهود البعثه والتزامها على مدار فتره طويله واحنا متواجدين هنا بقياده كابتن محمود الخطيب. مفيش احسن حاجه نقدر نقولها غير الحمد لله، ويا رب يوفقنا في اللي جاي، وده طبيعه النادي الاهلي، بتخلص مرحله بنركز في اللي جاي بقى، ربنا يوفقنا في اللي جاي ان شاء الله. طارق بيه، انك تكون ضمن منظومه عمل النادي الاهلي اعتقد انه شرف عظيم، لكن لما تكون ضمن هذه المنظومه وانت بروح المشجع اعتقد بيبقى شرف اعظم. الحمد لله، اي منتخب النادي الاهلي سواء عضو مجلس اداره عضو مشجع ليه كل الشرف انه ينتسب للنادي العظيم ده. الحمد لله الحمد لله، شوف الجمهور هنا عامل ازاي، شوف الكل من ينتسب، حتى يعني طاقم العمل بتاعكم الاعلاميين كلهم، يعني انا شفت من الاعلاميين منكم يعني ناس للامانه قمه الاخلاص، كله تيم واحد متواجد، والعاملين بالسفاره ومعالي السفير، حاجه جميله الحمد لله، فرحه كبيره للاهلاويه، ويا رب يكلل مجهودنا دايما بخير، ويبقى ان شاء الله ابطال افريقيا السنه دي ان شاء الله يا رب. يا طارق بيه، يعني اعتقد قرار الحضور الى جنوب افريقيا من القرارات اللي تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي، شفنا التاقلم، شفنا الجو، شفنا اللعيبه، شفنا الاداء الرجولي من اللعيبه النهارده. توفيق من عند ربنا الحمد لله، وكللوا بالنجاح النهارده الحمد لله. طارق الحمد بيه، بشكر حضرتك وان شاء الله نبارك لبعض في النهايه بالفوز بالبطوله باذن الله. ان شاء الله يا رب يا رب. كابتن اسلام، ده كان لقائنا مع معالي السفير شريف عيسى، سفير مصر سفير جمهوريه مصر العربيه بجنوب افريقيا، وطارق بيه قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الفرحه مستمره، مشوار طويل، والنهارده قطعنا منه خطوه كبيره وشوط كبير، ولكن النهايه ان شاء الله هتكون برفع الكاس والبطوله بمشيئه الله يا كابتن اسلام.